بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا 26 في هذا اليوم الخميس 14 من شهر شوال سنة 1444 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. في ليلة الجمعة ينعقد هذا المجلس لمدارسة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. نقلب صفحات من سيرته وشمائله وأخباره صلوات الله وسلامه عليه. نستكثر في ليلتنا المباركة هذه من صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن ندرك أن كل صلاة من العبد على نبيه عليه الصلاة والسلام يرزق بها 10 صلوات من رب العزة والجلال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فاجعلوا مجلسكم هذا أيها المباركون عامراً بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن نقرأ في شأنه وأخباره وسيرته جملاً من فصول الكتاب. اصطفاه المليك نوراً وهدياً، فالرسالات قد تناهت إليه، فأنيروا أيامكم كل حين بالصلاة وبالسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية أيها المباركون فيما بوب له المصنف رحمه الله بفصل في حرسه عليه الصلاة والسلام، لما انتهى الحديث عن فصل في مؤذنيه وفصل في أمرائه عليه الصلاة والسلام، تتعاقب الفصول في ذكر جملة من خواص أصحابه رضي الله عنهم ممن تولى بعض المهمات كالشعر والخطابة والحراسة والحداء وباقي الفصول التي تأتي تباعا، سائلين الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم. فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش. هل كان لنبينا عليه الصلاة والسلام حرس يحرسونه ويمنعونه ويحمونه من الهجوم والاعتداء والأذى؟ هل كان لنبينا عليه الصلاة والسلام هذا الصنيع الذي يفعل بالملوك والأمراء؟ الجواب أن هذا لم يكن ابتداء، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتولى الله جل وعلا كفايته، لكنه ربما كان في بعض المواقف والأحوال كالأسفار والغزوات وبعض ما يتوقع من الأذى كان عليه الصلاة والسلام يتخذ الحرس، إلى أن نزل قول الحق سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت الآية: يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. وهذا الفصل في ذكر أسماء بعض الصحب الكرام رضي الله عنهم الذين تشرفوا بحراسته عليه الصلاة والسلام، وكما فهمتم فلم تكن حراسة على الدوام، لكنها في بعض المواقف والأحوال. فمنهم من حرسه يوم بدر، ومنهم من حرسه بداره وحجرته بالمدينة، ومنهم من كان في بعض الأحوال
يتولى حراسته خوفا من الأذى الذي يتوقع خشية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سهر النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، يعني في أوائل قدومه للمدينة، فقال: ليت رجلا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعت خشخشة من سلاح أو خشخشة سلاح، فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. فقال له: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. قالت: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. يعني سهر ربما كان من الحذر، فلما قيض الله له سعدا اطمأن عليه الصلاة والسلام أخذا بالأسباب ثم نام، والأمر كما سمعتم حتى نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش. سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي تكلم يوم غزوة بدر حين استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فيما يقابل به وفد قريش الذين أقبلوا للقتال. فلما كان الموقف يوم بدر تكلم سعد فأحسن المقال رضي الله عنه. فلما كانت الوقعة والغزوة اتخذ عليه الصلاة والسلام عريشا في بدر يتولى منه قيادة الجيش وتوجيه الأمر، فكان سعد يتولى حراسته يوم بدر لما نام في العريش، وأبو بكر رضي الله عنه كذلك أيضا كان يصحبه عليه الصلاة والسلام في العريش ويحرسه خشية أن يصيبه أذى من كفار قريش يومها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم محمد بن مسلمة حرسه يوم أحد، والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق. إذن هؤلاء جملة من الصحابة رضي الله عنهم تولوا الحراسة في بعض الأوقات. محمد بن مسلمة كان يحرسه عليه الصلاة والسلام يوم أحد، والزبير بن العوام كان يوم الخندق، سعد بن أبي وقاص الذي سمعت قصته قبل قليل في حديث عائشة تولى الحراسة في غزوة وادي القرى، وبلال كذلك، وذكوان ابن عبد قيس، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان يحرس النبي عليه الصلاة والسلام وقت رجوعه من خيبر في دخوله بصفية أم المؤمنين رضي الله عنها أو في بعض الطريق، فكانوا يتناوبون ذلك بل يتبادرون إليه. اعلم رعاك الله أنه عليه الصلاة والسلام ما عين أحدا من أصحابه حارسا له، ولا قال لفلان أنت تكون كذا وأنت كذا، لكنهم كانوا يبتدرون حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا عليه وذبا عنه ودفاعا وتفدية له بالأنفس والمهج والأرواح ألا يصيب رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء يكرهونه. فهذا يوم الخندق، وهذا في أحد، وهذا يوم العريش في بدر، وذاك في غزوة وادي القرى، وهذا في عودته من غزوة خيبر، وهكذا. نعم. قال: ومنهم عباد بن بشر، وهو الذي كان على حرسه. وكذا المغيرة بن شعبة وقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام بالسيف يوم الحديبية لما أقبلت وفود قريش تتفاوض في شأن الصلح، فكان وقوفه بالسيف على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام إشعارا بالعزة وإظهارا بالقوة وما يبذله الصحابة رضي الله عنهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أيضا الإمام البخاري في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قيس بن عبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. صاحب الشرط يعني كما تقول رئيس الشرطة أو رئيس العسكري الذي يتولى توزيع الأفراد في المهمات فيوجه هذا لأمر وذاك لأمر، فكانت منزلة قيس بن سعد هكذا، ليست مجرد حراسة بل تنظيم أمر في ترتيبه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم.
قال: وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء. لم يقصد المصنف رحمه الله الاستقصاء في ذكر أسماء الصحابة الذين حرسوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو سمى بعضهم سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة والزبير وعباد بن بشر، وسمعت أيضا غيرهم كسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري والمغيرة بن شعبة وقيس بن سعد، ومنهم أيضا أبو قتادة الأنصاري والأدرع الأسلمي وأبو ريحانة ومرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم جميعا. هي أسماء تدل على بعض من كان يتشرف بحراسته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف الحرس. فصل في من كان يضرب الأعناق بين يديه. ضرب الأعناق في إقامة الحدود والقصاص، فربما أمر عليه الصلاة والسلام بقتل بعضهم إما قصاصا وإما عقوبة كبعض من تعدى وأساء على مقام النبوة. فإذا كان الأمر يقتضي شرعا قتل بعض من يستحق القتل، فإنه أيضا كان من الصحابة رضي الله عنهم من يختص بمثل هذه المهمات، وهذه أسماء بعضهم. قال: علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والضحاك بن سفيان الكلابي، وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية. نعم، كل هؤلاء كانوا يتولون هذه المهام، فربما حضر من حضر منهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدهم بما يحتاج إليه من تنفيذ أمر. وهذه الأسماء المعددة أيضا لا تعني بالضرورة أنهم كانوا جملة مصطفين عنده عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، بل هو على التعاقب وبحسب ما يتاح ويتوفر منهم، كما مضى معكم في فصل كتاب الوحي، فإنهم كانوا جملة لكنهم ما كانوا أيضا في الوقت ذاته مجتمعين بين يديه عليه الصلاة والسلام، بل حيثما تيسر حضور أحدهم بين يديه جاءت الحاجة إلى أن يكتب شيئا كان من بحضرته يتولى الكتابة. فهكذا الشأن: علي والزبير والمقداد ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت والضحاك بن سفيان، كل هؤلاء ربما كان لأحدهم توجيه الأمر منه عليه الصلاة والسلام إليه فيضرب عنق من يأمر بعليه الصلاة والسلام. قال: كان قيس بن سعد بن عبادة كما تقدم في حديث عائشة بحديث أنس بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. وصاحب الشرطة كما أسلفت هو كقائد الشرطة أو رئيس العسكر الذي يأخذ المطلوب والمهمة ثم يوجه من تحته من الأفراد بما يحتاج إليه من توزيع المهام. ووقوف المغيرة بن شعبة بالسيف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية كان إظهارا للقوة والعزة والمنعة، حيث قدمت وفود قريش تفاوض في الصلح يوم ذاك، فاستدعى الأمر من المغيرة، والمغيرة رضي الله عنه من دهاة العرب ومن قاداتهم وأذكيائهم، فتلمح رضي الله عنه أن يبدي لوفود قريش القادمة مظهرا للعزة والمنعة، بل وإرسالة أن من مع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كالمغيرة، باذل نفسه مشهر سيفه لو شعر أحدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه أذى. فكانت رسالة في هذا المقام، وكان للمغيرة رضي الله عنه هذا الموقف المبارك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في من كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه. كان بلال على نفقاته، ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه، وابن مسعود على سواكه ونعله، وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري. جمع المصنف رحمه الله في هذا الفصل بعض المهمات لئلا يفرد كل واحدة منها بفصل فيطول الكلام وتكثر الفصول. كان بلال رضي الله عنه على نفقاته،
أيضا يتولى تنفيذ توجيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بشأن النفقات. ومضى بك أن بلالا رضي الله عنه كان في فئة من تشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان بلال رضي الله عنه في من تشرف بأن يكون مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه، لما اتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام والذي كان نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معيقيب يتولى حفظه والعناية به، فإذا احتاج إليه صلى الله عليه وسلم لبسه أو ختم به كتبه. وابن مسعود على سواكه ونعله، فأنت لا تظن أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر ابن مسعود بأن يقول له احمل سواكي وخذ نعلي والحق بي، لا، ما كان يأمرهم، بل كانوا يفعلون هذا حبا، فيحمل سواكه فإذا جاء وقت وضوئه ناوله إياه، يحمل نعله فإذا جاء يخرج جعله بين يديه، فإذا دخل المجلس أو المسجد أو الدار حمله له. كل هؤلاء كان أحدهم يرى أنه لو ظفر بمقام يستصغره الآخرون مع الآخرين، لكنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، أن يكون قريبا منه ولو بحمل نعله أو سواكه صلوات الله وسلامه عليه. فانظر كيف ظفر الصحابي بهذا الأمر اليسير بأن يحفظ اسمه في التاريخ، فيقال كان حافظ خاتمه، كان صاحب نعله وسواكه. هذه المهمات الصغيرة لكنها لما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أضحت عظيمة في سير أصحابها. فإذا ذكر الصحب الكرام رضي الله عنهم وذكرت مناقبهم، يقال كان فلان يحمل كذا، وفلان يقود بغلته، وفلان يحمل سواكه ونعله، كان شرفا لأحدهم رضي الله عنهم جميعا. قال: وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولاياه. هؤلاء من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقدم ذكرهم في فصل مضى، والمقصود أنهم يتولون الإذن لمن يريد الدخول عليه. لو كان عليه الصلاة والسلام في خلوة وربما أتى حائطا أو بستانا لبعض الأنصار فجلس يستريح أو يستقيل في قيلولة في ظهيرة، فإذا جاء الداخل يدخل، كان هناك من الصحابة من يرافقه عليه الصلاة والسلام، فيكون له مثل هذا الدور، فيكونون قد وفروا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من الراحة والتهيؤ دون أن يطلب ذلك منهم. فبلال فرباح وأنسة كانا يتوليان الإذن لمن يريد الدخول عليه صلى الله عليه وسلم، وكذا أنس ابن مالك وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في شعرائه وخطبائه. كان شعراؤه الذين يذبون عن الإسلام كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت. أمة العرب أمة لسان، ورأس مالها خطبها وأشعارها، والشعر ديوان العرب، والخطابة منابر الفصاحة التي كانت تتبارى فيها العرب وتتنافس في ذلك. فإذا أنشدت الأشعار وقيلت الأمثال وألقيت الخطب سارت بها الركبان، فكانت هذه هي رؤوس أموال العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. وإذا فهمت ذلك فهمت أن نصرة الإسلام وأن رفع رايته وأن الذب عن حياضه كان من أعظم أدواته هذا اللسان العربي خطابة وشعرا. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد أوتي جوامع الكلم، وأفصح من تكلم من العرب صلوات الله وسلامه عليه، وكانت ولا تزال أحاديثه المحفوظة صلى الله عليه وسلم تتعلم منها الفصاحة وتستقى منها البلاغة، ويتعلم منها العرب لسان العرب فضلا عن غيرهم. أما الشعر فإن الله عز وجل ما آتاه إياه صيانة لمقام النبوة وحفظا وآية وإعجازا. قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولتدحض
مقولة بعض كفار قريش في الطعن في النبوة أوائل الإسلام، فإنهم قالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا كذاب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. فلما أغلق الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم باب الشعر، ما استطاع مفتر أن يفتري فيقول عن القرآن إنه شعر شاعر، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا ينظم بيتا من شعر، بل ربما أنشد البيت من الشعر فتغيرت فيه بعض كلماته، آية وإعجازا وإثباتا لنبوته وصدق الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. ما أوتي الشعر، لكنه اتخذ من أصحابه الشعراء رضي الله عنهم من كانوا يحملون سلاح الدفاع عن الإسلام والذب عن حياضه وهجاء المشركين، لا بالسيف ولا بالرمح، لكنه بالقلم واللسان وإنشاد الأشعار وإلقاء الخطب. وربما أقبلت بعض وفود العرب تعلن إسلامها أو تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام في تعرفها على الإسلام، فساقوا معهم خطيبهم وشاعرهم، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشعراء من أصحابه أن يجيب شعرهم شعرا، وأن يقابل خطبة خطيبهم خطبة خطيبهم بخطبة أخرى. فكان للنبي عليه الصلاة والسلام خطيب، وكان له شاعر، بل اثنان بل ثلاثة أو أكثر. فكان من شعراء الصحابة الذين كانوا بين يديه عليه الصلاة والسلام من يسميهم المصنف رحمه الله في هذا الفصل. قال رحمه الله: كان شعراؤه الذين يذبون عن الإسلام كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، وكان أشدهم على الكفار حسان، وكعب بن مالك يعيرهم بالكفر والشرك. هؤلاء ثلاثة من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، وربما حفظ كثير من الناس اسم حسان بن ثابت رضي الله عنه، لكنه لم يكن وحده. هذا حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، كلهم كان ينشد الشعر، بل جزيل الشعر وفصيحه، فيه القوة والعزة للإسلام والانتصار له والذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الثلاثة كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما بعث إليهم، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه: أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. لماذا كان إنشاد الأشعار على قريش أشد وقعا من إلقاء النبل الذي يقتل أفرادهم ويسقطهم صرعا؟ لأن العرب كما قلنا أمة لسان، وما يقع بالشعر أو بالكلمة في 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 مقابل الصد والدفاع أقوى وقعا عندهم من وقع ضرب السهام والرماح وإيقاع السيوف. يقول عليه الصلاة والسلام: أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. تقول عائشة رضي الله عنها: فأرسل إلى ابن رواحة فقال: أهجهم، فهجاهم فلم يرضي، يعني ما كان هجاؤه مرضيا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: فأرسل إلى كعب بن مالك: أرأيت هؤلاء شعراؤه؟ فكان يقصدهم بالطلب في هذه المهمات. قال: ثم أرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال: حسان، قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، لسانه يقول هذا أسد، وهو في ميدان إلقاء الشعر والخطابة يفعل ما يفعل الأسد في ميدان القتال. قال: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان، خشي عليه الصلاة والسلام أن ينطلق حسان بهجاء عريض يقع في أنساب قريش فيصيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه من أعزهم نسبا. فأمره أن يأتي أبا بكر
فيعلم من الأنساب ما يخلص به نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان له هجاء أو حرب بشعره يسلم منه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاه حسان، يعني أتى أبا بكر رضي الله عنه، ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. ماذا قال حسان؟ قال رضي الله عنهم: هجوت محمداً فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمداً براً حنيفاً رسول الله، شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ثكلت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع من كنفي كدائي، يبارين الأعنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء. فإن أغرضتم عنا، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء. وهو يقول رضي الله عنه في ذلك مسترسلا، يبين مكانتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعز الله فيه من يشاء، إلى أن قال: وقد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد بشرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. فشفى واشتفى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبديع ما أنشد وفصيح ما قال رضي الله عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لحسان أيضا يوم قريظة: أهجو المشركين فإن جبريل معك، كما في صحيح البخاري. وهكذا رأيت كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل من هؤلاء الشعراء رضي الله عنهم في مقامهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة للإسلام. وفي حديث عروة بن الزبير قال، كما أخرج الشيخان، قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة، يقصد بعدما وقع في حادثة الإفك وما جرى على ألسنة بعض الصحابة فيما زلقت به الأقدام وما أشاعه المنافقون بالمدينة من اتهامها رضي الله عنها. فكان حسان رضي الله عنه ربما جرى على لسانه بعض ما لا ينبغي، لكن الله عفى عنه. قال عروة: وقد غضب لشأن خالته، قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفظت له رضي الله عنها وعنه، حفظت له مقامه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم يقال لكل شعراء الإسلام وفصحائهم: لله دره ذاك الذي جعل لسانه وشعره وقدمه دفاعا عن الإسلام وذبا عنه ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهم في شعراء الصحابة، شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، لهم فيهم أسوة. وإذا كان حسان يقال له: أهجو المشركين فإن جبريل معك، ويقال له: فإن روح القدس لا زال يؤيدك، هذه نصرة من الله لمن نصر الله ونصر دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فليبشر كل من كان في هذا الطريق مجاهدا في نصرته للإسلام بلسانه وبقلمه. هؤلاء الشعراء الذين كانوا ينصرون النبي عليه الصلاة والسلام فتحوا بابا للأمة من بعدهم إلى يوم القيامة. قد لا يكون لأحدكم من السلطة والسيادة والمنعة، أو له من المناصب التي تكون له الكلمة المطاعة والأمر المنفذ في نصرة الإسلام والدفاع عن قضاياه. حسبك أن يكون عندك لسان فصيح، وأن تكون لك قريحة شعرية تنشد فيها وتكتب فيها وتسطر فيها ما يكون إبراء لذمتك أولا، وثقلا في صحيفتك ثانيا، ونصرة للإسلام في هذا الباب الذي فتحه الصحب الأوائل بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس. وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس. كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس بن شماس، استشهد رضي الله عنه في حروب الردة، كان جهوري الصوت فصيح الكلام، وربما أمره عليه الصلاة والسلام حين يقدم الخطباء، كما أخرج بعض أصحاب السير أنه في عام الوفود قدم وفد بني تميم فقالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: جئنا نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام وأذن لهم، فقام خطيبهم عطارد بن حاجب ووقف يزهو بمفاخر قومه، فلما آذن بانتهاء قال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس: قم فأجبه. فنهض ثابت فقال: الحمد لله الذي في السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا أئمة، واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمهم نسبا، وأصدقهم حديثا، وأفضلهم حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه، فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان به، فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أكرم الناس أحسابا وخيرهم فعالا. ثم كنا نحن الأنصار أول الخلق إجابة، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال. يرتجل خطبة لم يكتب لها قبل أو يحضر لها استعدادا، لكنها مقام الخطباء الذين يخطب أحدهم ارتجالا ويلقي سجية. فكان ثابت رضي الله عنه معروفا بين الصحابة بخطابة الوفود، والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح من اعتلى المنابر، لكنها هكذا تكون إذا التقت الوفود، يقابل خطيبهم بخطيب وشاعرهم بشاعر. ومقام رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلى وأرفع من أن يجيب خطيبهم إذا تكلم، إنما يأمر خطيبه ثابت بن قيس أن يرد على خطيبهم، وهكذا فيما جرت عليه عادات العرب في المحافل واجتماع الوفود ولقاءاتهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه صلى الله عليه وسلم في السفر. الحداء والحدو هو إنشاد الشعر بلحن وصوت رخيم عذب تساق به الإبل وتستروح به النفوس في الأسفار والمهمات الصعاب والمشقة، هذا هو الحداء أو الحدو. فكان للنبي عليه الصلاة والسلام من بعض أصحابه من يحدو بين يديه في الأسفار، والحدو غير ارتجاز الشعر، فربما ارتجز أحدهم بيتين أو ثلاثة من البحر القصير أو الرجز الذي فيه تحميس النفوس وتهيئتها وتحميلها للمصاعب والمتاعب واستلهام الصبر، أيضا لأن العرب أمة لسان، فللكلمة موقعها في الأسماع وفي القلوب، فإذا كانت الرحلة شاقة وكان المسير طويلا فملت النفوس وتعبت الأبدان، وكذلك ملت الرواحل والمطايا، استعملوا الحداء تنشيطا للمسافر وللرواحل. فإن الإبل أيضا كما يعرف رعاة الإبل إنما تساق وترعى بشيء من العبارات والألفاظ التي ينشدها لها رعاة الإبل، فإذا سمعتها طربت وعرفت صاحبها، فإذا أنشدت لها الأشعار وسيقت بالغناء خفت حركتها وأسرعت في المشي، فيستعمل الحداء لتلك الأغراض كلها. والمقام ذاته كما تقدم في الفصول السابقة، ما كان عليه الصلاة والسلام يعين بعض أصحابه حداة له، لكنهم من عرفوا بعذوبة الصوت وجماله، وكان منهم أيضا من يتولى ذلك، كمثل من يسمي بعضهم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. قال: منهم عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة الخزرجي الأنصاري الذي تقدم ذكره قبل هذا في الفصل السابق في شعراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، شعره من أعذب الشعر وأجمله، كان من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام،
وقد أوعب المسلمون في تاريخ الإسلام جمع أشعار عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فأخرجوا له ديوانا وأكثر جمعت فيه أشعاره التي قالها في مواضع مختلفة رضي الله عنه. عبد الله بن رواحة أحد أمراء غزوة مؤتة وشهدائها الذين كتبت لهم الشهادة في تلك الموقعة العظيمة، فكان شاعرا وفارسا وكان خطيبا وكان من حداة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ارتجز رضي الله عنه بعض الأشعار في عمرة القضاء، وعمرة القضاء التي وقعت في السنة السابعة بعد صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وذلك أن قريش لما وقعت الصلح يوم الحديبية سنة 6 ومنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتمام عمرته التي جاء بها محرما هو وأصحابه وقد ساقوا الهدي تعنتا وإصرارا على فرض السيادة كما يقال والنفوذ وإبداء الكلمة، قبل النبي عليه الصلاة والسلام فعاد من ذلك العام وتحلل من العمرة بنحر الهدي. ولما جاء في العمرة التي بعدها سماها أهل العلم عمرة القضاء، أو ربما قالوا عمرة القضية، يعني التي كانت قضاء عن عمرة الحديبية التي منع منها، وكان هذا في السنة السابعة من الهجرة. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة كان عبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو داخل مكة محرما يرتجز شعرا يحدو به بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. أيضا هي أبيات ينشدها، وقريش ما زالت على الكفر، يظهر فيه عزة الإسلام وفداء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وإبداء القوة على الثبات على الحق والإسلام. يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، تنزيل القرآن والوحي، ضربا يزيل الهام عن مقيله، يعني يسقط الرؤوس والأجساد ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه، والحديث في النسائي صحيح السند، قال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خلي عنه، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. من يعني أسرع فيهم؟ من؟ كفار قريش. قال له: خلي عنه يا عمر، دعه، فإنهم إذا سمعوا هذين البيتين هو أقوى وقعا في نفوسهم من رميهم بالنبل ونضحهم به في القتال. فكان إثباتا لما تقرر أن سلاح الشعر ولسان الشعراء أحد الوسائل التي ينصر بها الإسلام فداء للإسلام ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعبد الله بن رواحة أحد حداة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في بعض أسفاره. أحسن الله إليكم. قال: منهم عبد الله بن رواحة وأنجشه. أنجشه يأتي ذكره الآن بعد سطرين في آخر الفصل، وهو حبشي من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ندي الصوت عذبه، وله حديث في مسلم سنقرأه الآن. قال: وعامر بن الأكوع عم سلمة بن الأكوع. عامر بن الأكوع عم سلمة، وسلمة الفارس العداء من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، يعني في الجيش خير المشاة على أرجلهم سلمة، كما يقال اليوم في الجيوش سلاح المشاة. فكان في جيش النبي عليه الصلاة والسلام سلاح مشاة أيضا، لأن فيهم سلاح فرسان، فمن كان راكبا على فرس فهو فارس، ومن كان على رجليه فهو راجل. قال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع وخير فرساننا أبو قتادة. فسلمة بن الأكوع من خيرة جند رسول الله عليه الصلاة والسلام، عداء سريع الجري وله مواقيع في السيرة كان له فيها نصرة للإسلام وحفاظ عن الإسلام في المدينة. وعمه عامر بن الأكوع كلاهما كان لهما حداء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر. كان عمه عامر
حاديا في غزوة خيبر واستشهد فيها، وسلمة ابن الأكوع ابن أخيه كان الحادي في الرجوع من خيبر كما في صحيح مسلم. وفي الحديث قصة أن عامر بن الأكوع رضي الله عنه الذي كان يحدو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر عندما ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرا لها، قال سلمة بن الأكوع: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ يعني أسمعنا من أبياتك التي نتخفف بها ونستروح بها، لأنهم ساروا ليلا، وتعلمون أن الليل مظنة التعب والمبيت والرغبة في الراحة والنوم، فأرادوا التنشط في السفر. فقال رجل لعامر: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ قال: وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. طبعا ينشد هذا لا كما أنشدها بين أيديكم، لكنه يرتجزها بصوت عذب ويلحنها. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من هذا السائق؟ إيش يقصد بالسائق؟ الذي يحدو فيسوق الإبل بهذه الأبيات التي تنشط لها الإبل فتسرع في المسير. قال: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال عليه الصلاة والسلام: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. قال: يرحمك الله، إذن سيرزق الشهادة ويموت. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به، يعني لو جعلت لنا مدة أطول نستمتع بصحبة عامر بن الأكوع. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحوم حمر إنسية. فقال عليه الصلاة والسلام: أهرقوها واكسروها، لأن لحوم الحمر حرام أكلها. فقال عليه الصلاة والسلام: أهرقوها واكسروها. فقال الرجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها، يعني بدلا من كسر القدور والأواني نغسلها. فقال عليه الصلاة والسلام: أو ذاك. قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به يهوديا ليضربه، فيرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث قصة: رآه كئيبا فقال: ما بك؟ فقال: بلغني أن قتل عامر كان بمثابة قتل نفسه، فليس في الجنة وليس من الشهداء. فأكد النبي عليه الصلاة والسلام على نيله الشهادة، وأنه ممن كسبها في تلك الموقعة. فهذا عامر بن الأكوع عم سلمة الذي كان يحدو في غزوة خيبر واستشهد فيها كما في الصحيحين. وفي الرجوع من خيبر كان سلمة بن الأكوع أيضا حاديا، فلهذا ذكره المصنف رحمه الله، ذكر الاثنين عامر بن الأكوع وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة، لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. أيضا من حداة النبي عليه الصلاة والسلام هذا المولى من مواليه، حبشي يقال له أنجشة حسن الصوت كما في صحيح مسلم. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: رويدا يا أنجشة، لا تكسر القوارير. الحديث في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر،
وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير، وفي رواية رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال أبو قلابة يعني النساء، وقال قتادة يعني ضعفة النساء. الحديث فيه جمل، أولها أنه عليه الصلاة والسلام كان له حداة يحدون في الأسفار، وهذه منها، في بعض أسفاره كان أنجشة الحادي، وكان ركب النساء في الأسفار والغزو يستقل عن ركب الرجال، ويكون في العادة حاد للرجال وحاد للنساء، وكان أنجشة رضي الله عنه حاديا في ركب النساء، وفيهن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا ذلك. ولذلك في بعض الرواية أن أم سليم كانت في ذلك الركب، وروت الحديث في بعض طرقه في غير الصحيحين أيضا. إذن فكان أنجشة يحدو في ركب النساء، فلهذا قال له عليه الصلاة والسلام رويدا يا أنجشة، أو رويدك يا أنجشة، رفقا بالقوارير، أو قال لا تكسر القوارير، أو قال سوقك بالقوارير. والمقصود هاهنا بالقوارير النساء، والمراد بهن من كان في الركب في تلك السفرة، سواء كنا من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيرهم. قال أبو قلابة كما في صحيح البخاري قال النبي، قال فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، سوقك بالقوارير. يريد أن هذه العبارة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام ربما عابها بعض من لا يدرك مقصدها ومعناها في لسان العرب، ولا يدرك أيضا سعة حلم رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأفته بالنساء ورفقه بهن صلوات الله وسلامه عليه. شبه النساء بالقوارير في تشبيه مجازي بديع، فيه معنى الرقة، وفيه معنى الشفافية، وفيه معنى اللطف، وفيه معنى سرعة الانكسار، وكل هذا مقصود في التشبيه بالقوارير. فإن القارورة من الزجاج فيها من الصفاء ما يبدو ما بداخلها، وفيها من الرقة ما لو تعرضت لأدنى كسر لانكسرت، وفيه أيضا أنها رقيقة فإنها باصطكاكها تحدث الأصوات وبسقوطها يصيبها الانكسار. وكل ذلك كان من وجوه التشبيه الجميل الذي شبه فيه النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالقوارير. فهذا التشبيه كان مدعاة لذلك التوجيه النبوي، الرفق في أي شيء سيرفق أنجشة؟ يرفق في حدائه، فإنه كان يحدو، يحدو فتسرع الإبل في المشي والمسير، فأي وجه هو المقصود بالرفق بالنساء في حداء أنجشة؟ فيه معنيان ذكرهما العلماء في شرح الحديث، أما أولهما فالمقصود به أن الإبل مع الحداء تسرع في المشي وتستلذ بسماع الصوت وتنشط، فإذا أسرعت في المشي ربما أزعجت الإبل الراكب فوقها وأتعبته، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام لضعف النساء عن شدة حركة البعير خوف ضررهن وسقوطهن، فقال رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير، فإنك بالإسراع الذي يحصل للإبل بالحداء الذي تحدو به ربما أزعجهن ذلك المسير العجل فتضررن من ذلك، وخشية سقوط إحداهن أمره بالرفق صلوات الله وسلامه عليه. والوجه الآخر الذي في الحديث أن أنجشة كان حسن الصوت فكره أن تسمع النساء الحداء، فإن حسن الصوت يحرك في النفوس ما لا يخفى، ونفوس النساء في تأثرهن أشد من الرجال وأسرع، فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها، كما حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذان معنيان قال الحافظ ابن حجر وقد ذكر المعنيين، وجزم ابن بطال بالأول. أي أول؟
أنه إسراع الإبل فخشية السقوط والضرر أمر بالرفق بهن في الحداء. قال جزم ابن بطان بالأول فقال: القوارير كناية عن النساء اللاتي كن على الإبل التي تساق حينئذ، فأمر الحادي بالرفق في الحداء لأنه يحث الإبل حتى تسرع، فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء السقوط، وإذا مشت رويدا أمن على النساء السقوط. قال: هذا من الاستعارة البديعة، لأن القوارير أسرع شيء تكسيرا، فأفادت الكناية من الحظ على الرفق بالنساء في السير ما لم تفده الحقيقة لو قال ارفق بالنساء. أما المعنى الثاني قال: جزم به أبو عبيد الهروي بالثاني وقال: شبه النساء بالقوارير لضعف عزائمهن، والقوارير يسرع إليها الكسر. قال: فخشي من سماعهن النشيد الذي يحدو به أن يقع بقلوبهن منه، فأمره بالكف. قال: فشبه عزائمهن بسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في إسراع الكسر إليها. قال: ورجح القاضي عياض هذا الثاني، فقال: هذا أشبه بسياق الكلام. أي كلام؟ قال: يا أنجش رفقا سوقك بالقوارير. قال: سياق الكلام يدل على الثاني، وهو الرفق بعاطفة النساء التي تتأثر بالأصوات العذبة في الحداء والإنشاد. قال: وسياق الكلام أشبه، وهو الذي يدل عليه كلام أبي قلابة، وإلا فلو عبر عن السقوط يعني من فوق الإبل والبعير بالكسر لم يعبه أحد. قال: وجوز القرطبي الأمرين في كتابه المفهم في شرح مسلم، فقال: شبههن بالقوارير لسرعة تأثيرهن وعدم تجلدهن، فخاف عليهن من حث السير بسرعة السقوط أو التألم من كثرة الحركة والاضطراب الناشئ عن السرعة. قال: أو خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد. قال رحمه الله: قلت: والراجح عند البخاري الثاني. ولذلك أدخل هذا الحديث في باب المعاريض، ولو أريد المعنى الأول لم يكن في القوارير تعريض. لو كان المعنى سقوطهن من فوق البعير بالسرعة لكان انكسارا يشبه انكسار القارورة تماما، لكنه لما كان المعنى الذي فيه تعريض وتشبيه مجازي بديع رجحه، فلهذا بوب له في باب المعاريض. والمعنيان محتملان في سياق الحديث. والمقصود في الجملة يا كرام من هذا الفصل جملة أمور تدل عليها سنة وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولها مشروعية الحداء وجواز الإنشاد واستدعاء الأصوات العذبة لذلك، فإن هذا مما لا ترفضه شريعة الإسلام ولا تحرمه، فإنها أباحت للنفوس الاستمتاع والتلذذ بما أباح الله. إنما الكلام والشأن في المعازف التي تتخذ غير ما يكون من إنشاد الأصوات العذبة الحسنة، فالإنشاد خصوصا في مثل هذه المواضع حيث هي مظنة التعب، إما في مهمة عمل كالبناء أو مهمة مسير كالأسفار أو مهمة فيها شيء من المشقة ويراد بها الترويح عن النفوس أو حث الهمم على بذل المزيد من الجهد والعناء، فعندئذ يكون هذا أقرب إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا أن استدعاء الأصوات الحسنة وطلب تلاوتها للقرآن أو رفعها للأذان أو إنشادها الحدى كان من صنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مضى بكم في مجلس ليلة الجمعة الماضية في قصة مشروعية الأذان، إذ رآها بعض الصحابة قال: قم فألقي على بلال ما سمعت فإنه أندى صوتا منك. فكان في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في باب الحدى وإسماع الأنشاد العذبة بأصوات ندية ما تستروح به النفوس وتقضي به حاجتها من المباح الذي فيه غنية عن الحرام،
فإن الله عز وجل جعل فيه لعباده في كل باب من أبواب الحياة، جعل فيهم ما يغنيهم عن اللجوء إلى ما لا يحل وما حرمت الشريعة إتيانه. هذا الفصل الذي كان في أسماء حداة مصطفانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تم الفصل ويعقبها فصول متتابعة في مجلس ليلة الجمعة القادمة، نستفتح بعون الله فصلا في غزواته وبعوثه وسراياه صلوات ربي وسلامه عليه. اغتنموا ليلتكم أيها المباركون وجمعتكم غدا بكثرة ذكركم لله جل وعلا والثناء عليه وحمده بما تملأ به صحائفكم نورا وأجرا كبيرا. واستبقوا أيضا من حسنات جمعتكم ما تحوزون به في صحائف أعمالكم صلوات مضاعفة من ربكم 10 أضعاف صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وما زال الصالحون والمحبون يتسابقون بصلاتهم وسلامهم على حبيب القلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنافسوا فيه حتى بلغوا القمم العلى. صلوا على خير خلق الله واغتنموا فضل الصلاة من الرحمن ذي المنن. صلى الإله على المختار سيدنا ما أمطر المزن في شام وفي يمن. فاللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. وأكرمنا يا رب يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بإخوتنا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فوق كل أرض وتحت كل سماء إله الحق يا سميع الدعاء. واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وأنت أكرم الأكرمين، أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى ونبيك المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.